باعوا البليتش بسرعة يأثر على اللون، باعوا رأسا سوى بيها صفارات. بس لا احترق. Hello guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم راح اسوي وياكم جزء ثاني تحويل هدوم القديمة الى هدوم جديدة. طبعا هاي واحد من الاشياء اللي انا سويته، كان بلوز اسود واني حولته وسويته هيجي تاي داي. طبعا اللي ما دا يعرف عن شنو دا احكي، راح احط لكم اللينك فوق للجزء الاول اللي سويته، انه تغيرون الهدوم القديمة تحطون عليها الوان وتسووها هدوم جديدة. بس اليوم راح استخدم وياكم بليتش اللي هو قاصر اللون مال هدوم فقط. وطبعا البليتش موجود بكل مكان وكلش رخيص، وما تتخيلون النتيجه مالته قد حلوه، بهوايه احلى من الالوان اللي اشتريتهم بصراحه. فاليوم اختارت شويه قطع بعد عندي اريد اسوي لهم تاي داي، لان استهلكتهم وكوم لبستهم واخذت بيهم صور وانتم شفتوهم وانا شفتهم واني مليت، فراح اغيرهم. So let's get to it. أنا هذولي المعدات مالاتي، حطيت بليتش هنا، طبعا هذا الرشاش مال جلاس، تنظيف مال جلاس، اوكي، وهو هذا البليتش اللي أنا دا استخدمه، اشتريته من HEB، تقدرون تستخدمون أي قاصر أكيد، وحطيت شوية قاصر هنا لأن أتوقع هاي شوية أسهل بالاستخدام، جبت هدومي هنا وراح أطلع بالبالكوني. أهلا وسهلا، خلي أشوف الضوء زين. اوكي طبعا طلعت بالبالكوني، الاضاءه هنا اوكي از جود، وخلي اشوف لكم شنو راح اغير من القطع. طبعا ما يحتاج تغطون القاع، ما يحتاج تسوون اي شيء لان هو بليتش، وطبعا البليتش تقدرون تستخدموه على اي ماتيريال، مو الا بس قطن، تقدرون تستخدموه على اي ماتيريال انتم عندكم اياها، يعني اي قماش انتم تريدون تغيرون لونه تقدرون تستخدمون البليتش القاصر مال لون عليه. anyway هذا عندي، هذا البنطلون عندي، هذا طبعا هذا يا اما زبل يا اما تشتغل عليه بليتش، هوفلي يشتغل عليه البليتش لان بشويه كتل وهاي الكتل ما تروح، فاتصور اذا سويت بليتش عليه راح تقل هاي الكتل واقدر استخدمه بالبيت، لان انا كلش احب هذولي البايكر شورتس، كلش مريحين باللبس خاصه بالبيت. هذا طبعا شفتوه انا مليت من عنده وانتم هم مليتوا من عنده، يمكن كلش هوايه احبه، فقلت خلي اسويه تاي داي وهم اقدر استخدمه بالبيت وتصير قطعه جديده. هذا عندي هم مشتريته تقريبا صار سنه، هوايه لبسته فهم عاجبني شويه اغير بيه، اشتري هدوم جديده ببلاش if you haven't noticed. وهذا عندي هم بلوز هذا اللون، كلش عاجبني اجرب عليه تاي داي واشوف شلون يصير. وهذا مال علي مال بيت، قال لي اوكي تقدرين تسوين بي تاي داي وتجربين، قلت له راح يطلع كلش حلو. طبعا تحتاجون رابر بانز، اللي ما عنده رابر بانز يقدر يستخدم قراصات مال الشعر، بس احسن شيء تستخدمون رابر بانز اللي هو لاستيك. اوكي خلي اشوفكم شو تسوون بالقطع، اول شيء من تحطوها وتفرشوها على القاع وشلون تسوون الستايلز اللي انتم تريدوها. هذا البلوز مال علي هنا راح اسوي له هيجي الوفه وراها احط لاستيك بالطريقه اللي اني اريدها. شكد ما تريدون تحطون لاستيكات حطوا. اوكي وهاي عندنا البلوز مالتي، البلوز مالتي هم راح اسويه نفس الطريقه هم هيجي، مع انه كلش صغيروني بهالطريقه، شلون ما تريدون تسووهم سووهم. هذا نفس الشيء البلوز ما عليه، حتى لو كتابات اي قماش تقدرون تستخدمون، يعني انتم تستخدمون قاصر مال هدوم. وهسه عندي هذا البنطلون، يا رب يصير لان هذا البنطلون بصراحه وايد لبسته ومليت من لونه. طبعا هوفلي ما حد ما يباوع برا وقاعد يضحك علي لان هيجي قاعده، بس انا ما بي حل اجيب لا كرسي ولا اي شيء لان هذا الموضوع ما راح ياخذ وياي فتره طويله، يعني كل شيء بسرعه يصير، انه بس اعقش الهدوم احط عليهم بليتش وادخل، فهذا اللي راح اسويه واغلس انه اكو احد يشوفني. طبعا اللاستيكات قد ما تريدون تحطون مو الا كمية معدودة حسب انتو الشيب شنو تريدو، حتى اصلا مو الا تحطون لاستيكات، تقدرون هي القطعة هيجي وتشمرون عليها البليتش، بس اني احب التاي داي هيجي يكون. طبعا ما ادير بالي انه الهدوم على القاع لان كليتها راح تنغسل من احط عليها البليتش. طبعا هسه مو صارت هيجي عندي القطع، البليتش راح احط على الهدوم معصر. طبعا اني لبست هذا البلوز، يعني هاني هذا مسويته بالبليتش، فحتى اذا طفر علي بليتش ما ادير بال، بس انتم انتبهوا اذا راح تحطون بليتش على فد شيء انتبهوا انه ما يصير على هدومكم، لان راسا يغير من لون الهدوم. باعوا راسا سواهم على صفار، راسا يغير من الهدوم.
حو بليتش حار. دا احاول اشوف وين ما اريد احط بليتش احط. باعوا البليتش بسرعة يأثر على اللون. باعوا رأسا سوى بيها صفارات كلش حبيت. راح اتركه شوية يتغير لونه واشتغل على القطع الباقية. عندي هذا الشورت قلت لكم ما اعرف اذا راح يصير عليه البليتش لو لا، بس راح يبين اذا صار عليه رأسا يبين بالبليتش. ما اريد احط عليه بعد، هذا ما اتصور راح يتغير لونه لان حطيت شوية بليتش وبعده اسود، فراح اعوفه هذا. طبعا هذا عندي البلوز البيربل. I don't know what color is gonna be. خلي نشوف. أنا هسه بس أحط. باو أتصور راح يصير شوية pink. وطبعاً بالبليتش كلش سهل لأن هسه ورا ما أخلص القطع أقدر رأساً أدخلهم وأغسلهم، ما يحتاج أنتظر لحد باكر، ما يحتاج أنتظر ساعات لحد ما يشتغل اللون عليهم. لا خلاص، ها هي هو هذا البليتش وخلاص. هذا البلوز مال علي اتوقع راح يصير عليه بياضات لان فاتح، بس خليني نشوف اعصر بداخل الظروف. خلاص عندي البليتش، راح ارجع احط شويه هنا بليتش بعد. مع هذا شلون دا يصير؟ اوي هذا. One hour later. Okay guys، طبعا هسه حطيت الهدوم بالنشافة وحطيت شعري لان اريد اسوي لي اكل اليوم، بس اني بوحدي وعاجبني اسوي سامن. السامن اللي اني اسوي طريقة كلش سريعة، يعني يمكن تاخذ معكم 30 دقيقة حتى تجهز كليتها وتاكلوها. اكلي لليوم اني اوريدي عندي هنا cauliflower rice اللي هو رز القرن ابيض، اني اوريدي مسويه البارحة وبقى، فهذا راح اكله. بس هسه راح اسوي لي سامن. حطيت الاوفن مالتي على 400 فهرنهايت واني عندي هنا السامن. هسه راح اشوفكم شلون اسوي، طريقه كلش 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 سهله. وما دام اني بوحدي ما راح اخذ قطعه كبيره، راح اخذ قطعه صغيرونه. اني اريد قطعه هذا الحجم الي، ولان السامن يصير تقريبا بالأفن خلال ربع ساعة يكون جاهز، احاول دائما من اسوي الطبخة مالتي اسويها فريش، فلذلك اخذ قطعة صغيرونة اطبخها وهذا الباقي اضمن، لان ما ياخذ وقت كلش سريع، واطيب شيء من يكون بعده حار وجديد، يعني مو مطبوخ ومضموم. انا ما احبه، احبه دائما يكون شوية فريش. جبت من هذا الورق حتى استخدمه بالأفن. راح اجيب ماتي السامن واحطها هنا. طبعا اني دائما احب اتبل ماتي السامن، فاول شيء عندي الجارليك اللي هو الثوم، راح احط وياها ثوم. بيسكلي هذا الثوم، ثومايه وحده كبيره امسحها عليه. هسه راح اعصر ليمون وراح احط شويه من عصير الليمون عليها. طبعا تقدرون تحطون فوقها زبد او زيت الزيتون، فاني راح استخدم هذا زيت الزيتون وما راح احط هوايه لان انا ما احط هوايه اويل، كلش قليل هيجي. That's it. راح احط شويه هنا بروكلي. راح احط اوكي، قررت احط البروكلي على صفحه حتى احط بعد عليه اويل شويه. وهسه راح ابلش احط بهارات على الاثنين، ملح وبهارات. اني استخدم هذا البينك سولت اللي هو هيمالايان سولت، راح استخدم شويه فلفل اسود. فوق السامن راح اضيف شويه رازمري ليفز. هاي الخلطه مال البهارات هي اسمها ادوبه ترهم على كل شيء تروها، فراح احط شويه من عندها. سو صارت السمكه مالتي هيجي، وهنا صار مالتي البروكلي. راح ادخلهم بالاوفن لمده من 8 دقائق الى 10 دقائق وتكون كليتها جاهزه. بس لا احترق. بوف جايز، طبعا كل الهدوم طلعت صارت اكزاكتلي مثل ما شوفت لكم. خلي البسهم وابلش اشوف لكم اياها. جايز هذا البلوز الاحمر تغير صار غير بلوز. يس يس يس، خلي اروح اجرب الثاني. هذا الثاني الاسود، شو رايكم؟
طبعا هذا بس بليتش كلش حبيته، بس اكو فد شيء ما ادري ليش صار بهذا القماش، فالاي ام جي البلوز ماتي الثاني تزرفوا، يعني صارت بيهم تزريفات. انا كنت بدي استخدم البليتش حسيت اكو حراره، بس اوه حو بليتش حار، ما توقعت الحراره راح تشق القماش، اتوقع القماش شويه بي نايلون، ما ادري فد شيء يحترق ويا البليتش، ما ادري بي فد شيء يصير يعني كيميكال رياكشن ويا البليتش وصار شويه زروف، بس انا ما عندي مانع لان هي اصلا تشترون هدوم مزرفه مشكشقه، ف اي دونت كير، حبيتها صار بالعكس قطعه غيرها ثانيه جديده، اي لاف ات. هذا الاي ام جي الثاني اللي كان بس بنفسجي هيك صار، كلش حبيته. بعد شنو عندي؟ ها خلي البس لكم بلوز علي، هذا صار بلوز علي كلش حبيته. حاولت ما احط هوايه بليتش مثل الباقيات لان ما اعرف اذا علي راح يحب هوايه بليتش لو لا، بس هي هاي فانيلته مال البيت وسويت اللي هي. بعد عندنا بس البنطلون، اروح البسه وارجع لكم. طبعا السمك مالتي صار، خلي اشوف لكم البنطلون، ما عليكم بالترهيمات، هذا البلوز اوريدي كنت لابسته، بس بعد البنطلون شلون صار. Guys, I'm so happy. والله يعني البليتش is so good. That's it, guys. مثل ما شفتوا النتيجة مالتي البليتش، أنا بصراحة كلش كلش معجبة بالبليتش. اللي ما جرب يسوي تاي داي ويا الألوان، أنصحكم كلش هواية. اللي يحب يغير بهدومه ويلعب هيك بالهدوم، أنصحكم إنه تجربون ويا البليتش لأن كلش حلو، كلش سريع، ما ياخذ وقت هواية. الستبس مالته بهوايه اسرع، راسا راح تعرفون اذا اللون ياخذ لو لا، راح تعرفون نتيجه اللون، يعني انا قبل ما اغسلهم عرفت انه اللوك النهائي شنو راح يكون. خلي اروح اطلع اكلي واكل وياكم وننهي الفيديو سوا. هذا اكلي هسه صار، طلعوا السامن شلون صارت، قطعه صغيرونه راح اكل ويا السامن. هذا كاليفلاور رايس اللي هو رايس مال قرن ابيض، وهنا عندي شويه بروكلي وذاتس ات. راح اتمتع هسه باكلي، اتمنى عجبكم هذا الفيديو واستفاديتوا من عنده. اتصور ذاتس ات، غيرت كلش هوايه بهدومي، ما ادري بعد اذا راح تجيني طقات بعد حسب اليوم، تعرفون حسب الانرجي مالتي. وذاتس ات، اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تسوون ثامز اب، واللي بعده ما مسوي سبسكرايب سووا لي سبسكرايب هنا، واني احبكم كلش هواية، وأشوفكم على المرة الجاية. باي. أول شيء خلينا نروح شلون صار قبل ما أقول لكم باي.